صحيحة نخدم على ماما، ولكن ما بيدي حتى حاجة. أنا شد أي أم وأي أب، عاونوا لي بنتي، عاونوا لي بنتي. كم خوتي المغاربة من طنجة القويرة، خوتي الحبايب، أنا خدكم كنت رجاكم وكنت رجا فيكم الله. أنا ولدت بنتي بوحديتي، ما عاوني حتى شي واحد، ما عاوني، بقيت كبرت رجعت قد هيدا. شاء القدر بنتي العام اللي فات مرضت بميكرو في الدم، انفكسيو في الدم والتهاب المفاصل والروماتيزم، وجاها شلل، جاها شلل مؤقت، ما خليت بها حتى الطبيب، حتى الطبيب ما خليت فيها. ودابا بنتي نهار كتمشي نهار ما كتمشيش، نهار كناكلو نهار ما كناكلوش، ما تشوفوش المظهر ديالنا هيدا نقي. راه غير حنا كنبغيو نلبسو حوايج نقيين، ما بغيناش نبقاو موسخين. وكنتمنى من الله ومنكم تعاونوا لي، هي العلاجات بنتي، بنتي عندها ميكروب في الدم وكيطالب الفلوس اخوتي، كيطالب الفلوس وكيطالب تغذية خاصة، كيطالب تغذية خاصة. انا ما عندي، انا الا تغدي، الا تغدينا ما كنتعشاوش، والكره انا غير كارية، انا غير كارية في طنجة. جينا هنايا غير على الطبيب وعلى باش نصور مع هاد القناة، الله يرحم والديهم، وجاون عندي الله يجازيهم بخير. كنتمنى منكم تعاونوني على العلاج بنتي، وعاونوني على الكره. انا مريضة، انا مريضة باكتئاب، مرض نفسي، انا مريضه، نهار كنخدم وشهر ما كنخدمش، انا ما عنديش الصحه نخدم، ما عنديش الصحه النفسيه باش نخدم، الصحه النفسيه ما عنديش، وما لقيتش اللي يعاونني ولا اللي يجي يدق عليا. انا عندي بنيته وحده، وكنناشد كل ام وكل اب يشوفوا لي من حاله بنتي، بنتي بالعكاز، ما بغيتش بنتي تبقى بالعكاز. راه ما كاينش شي واحد صحيح اللي غيهز العكاز، وكيتنمروا لي على بنتي، كيتنمروا لي على بنتي في المدرسه وفي الناس، كيسحب ليهم بنتي بشبر العكاز. راه ديكور، راه ما كاينش شي حد في الدنيا كيشبر العكاز ديكور. بنتي مقصحه، مقصحه بالمرض وما لاقياش الجهد. هذا المرض كيطالب الفلوس اخوتي المغاربه، كيطالب الفلوس والتغذيه، التغذيه انا ما عندي لا فلوس ولا عندي الله سبحانه وتعالى. خاص التغذيه، خاص فواكه فروطه، وخاص الخضر طازجه، وخاص الماكله، ما خاصهاش الحوت العادي، ما خاصهاش اللحم العادي، ما خاص، ما هادشي ما عندناش، عندنا الله سبحانه وتعالى والحمد لله. الحمد لله ربي تفكر لي بنتي، بنتي مريضه انا قابله بحكم الله، ولكن بغيتكم اخوتي اللي مسك عليه الله يعاونني باللي قسم الله. شوفوا بنتي اختكم، بنتكم، شوفوا اختكم وبنتكم، انا ما عندي حتى شي واحد من غيركم، انا مقطوعه من الشجره انا وبنتي. الوالدين اللي كانوا عندي توفاو، بقاو الخوت كل واحد خراسو، كل واحد خراسو. ملي كان عندي فلوس كيجيون عندي، ملي ما عنديش عطاوني بالظهر. حتى شي واحد ما كنلقى في جنبي خبزه ما كنلقاهاش. ما تشوفوش اخوتي المغاربه انا لابسه الحوايج هيدا، هي الحوايج نقيين عطاوهم لي غير الناس، والناس اللي عطاوني باش نركب، باش نجيب بنتي للطبيب العظام هنايا في كازا. حيت طبه، كاين طبه في كازا، كاين طبه في طنجه، ولكن هنايا كاين بروفيسورات. حتى الطبيب هنايا الله يرحم والدي كيعالج لي بنتي، ولكن راه بنادم يعيا اللي يعطي وما يعيا اللي يشد. انا مابقاش عندي الوجه باش نخرج، انا عملت فيديوهات دخلوا بعض الناس الله يسمح ليهم، وكيتنمروا علينا وعلى بنتي الله يسمح ليهم. ولكن كنتمنى منكم، كنتمنى منكم تعاونوا لي بنتي وتساعدوني. دابا انا باغا نرجع لطنجه، بنتي كتقرا وانا ساكنه في طنجه، ما ساكنش هنايا. كنتمنى منكم تجيو تخلصوا لي غير التران في المحطه، التران كنتمنى. انا ما لاقيه فين غنمشي، فين غنصد، عملتها في يد الله وجيت هنايا لكازا، وربي ما خيبنيش. هما جاو عندي هاد القناه الله يرحم والديهم كيصوروا معايا ومع بنتي، وتاسفوا ليا وتاسفوا لبنتي، وانا ما عندي حتى شي حاجه من غيركم. فقط لقيت بنتي مشله وكتغيب، ملي مشيت عند الطبه وشبرت بها فراش في الطبيب تما عندنا، والو، كلشي الطبه انتم عارفين اخوتي المغاربه، راه الطبه كيبغيو الفلوس، خصهم الفلوس. راه اي بنادم كيكون فيها الروح راه كيخسر على، خصو يشري الدواء. وهذه لي زون، عاد بنتي عندها الدواء لي زونتيبيوتيك، عندها بيليسينا، عندها الدوايات. راه دابا انتم اخوتي شو ها انتم كتشوف. مشيت عند الطب كيقول لي بنتك عندها ميكرو في الدم، سببه هو الحلاقم القراجم، هبطوا لها الصديد، القيح المفاصل والقلب والكلاوي والركبي ديالها. دابا كنتمنى، كنتمنى من الله ومنكم تشوفوا من حال بنتي، وتشوفوا بنتي بالعيار الرحمة. وكنناشد أي أم وأي أب في المغرب وخارج المغرب،
كان ناشد خوتي الجالية اللي عايشين على برا يشوفوا من حالة بنتي. هذا المرض ما عند هذا المرض اللي عند بنتي ماشي هرسه، هذا مرض مناعي، مرض مناعي خاصه الدواء والتغذيه. والتغذيه ما عنديش، انا نهار كنخدم وشهر ما كنخدمش. انا مريضه باكتئاب، بنتي ملي مرضت انا زدت مرض كثر كثر، المرض النفسي كثر من المرض الجسدي. انا ما عرفتش كيفاش باش نصرف على بنتي، ما عنديش باش نجيب لبنتي اللقمه الطرف ديال الخبز، ما عنديش، عندي الله وانتوما، وما تخيبونيش يا خوتي ديالي. شوفوا من حالة بنتي بزاف بزاف الأدوية، انتوما كتشوفوا بزاف، ما نقدرش بالحساب، ما قادرش كيفاش نقول بزاف. من خوتي المغاربة هما اللي كانوا كيساعدوني الله يخلف عليهم، ولكن الناس راه كتعيا، الله يحسن عوانهم، الناس كتعيا الله يحسن عوانهم. ميمكنش أنا نبقى نقول الناس شيروا لي الدواء شيروا لي الدواء، أنا راه عييت، عييت نفسيا، النفسية ديالي مدمرة، ما عارفاش انا فين نصد، فين غنمشي. هنا باب ندق، دقينا جميع الابواب، دقينا جميع الابواب، دقينا جميع الابواب اخوتي. شوفوا لي من حاله بنتي راه كطلع في الدروج بصعوبه، راه الدروج المدرسه كطلعوا بصعوبه. راه انا دابا كريت بدلت الكراي على بنتي باش تمشي، كريت بيت سفلي باش بنتي ما تطلعش في الدروج. بنتي اي حركه بسيطه كتاثر لي على بنتي، ما كتقدرش تمشي. شوفوا من حاله بنتي، شوفوا من حاله بنتي، خاصها الدواء. عندك هذا الميكروب يهبط لي للقلب ولا الكلاوي، بنتي خاصها الدواء. الله يجازيكم بخير، بنتك الدواء، حيت دابا هذا المرض الميكروب الا ما داواش غيرجع سرطان الله يحفظ. وشنو طالبين لك؟ طالبين لي خصني نعدل لها فحوصات والاشعه والدوائيات، صافي هادشي اللي بغيت. والكريوي ديالي باقي ما مخلص، الكريوي ديالي باقي لحد الان ما مخلص. شوف حنا شحال في الشهر، ومسلسة كنخلص في خمسة، أنا ما عنديش باش نخلص. مول لك راه كيخرجني، خصني نشد بنتي ما تاكل الدوايات، ما عرفتش فين غنصد. الناس اللي عطاوني باش ركبت، الناس الله يخلف عليهم الله يرحم والديهم، باش ركبت جيت هنايا الكازا باش بنتي تشوف الطبيب. أي طبيب كتدخلي عنده خصو يتخلص، خصو تخلص، وخصني نعمل بنتي الأشعة نشوف هادشي فين وصل عند الميكروب. تمشي بصعوبة تامة، أنا اللي كنهز ليها المحفظة المدرسة، كتطلع هي كتمشي هي الاخره في المدرسه، الحارس في الباب الله يخلف عليه والله يرحم والديه هو اللي كيدخلها، كيعرفها بنتي مريضه، كتجي هي اخر وحده. وانا كاريه قريبه للمدرسه، كاريه مكرفسه بيت واحد باش نقرب حدا بنتي للمدرسه، باش بنتي ما تكونش عندها مسافه طويله. وكاريه بيت واحد 1000 درهم، بيت واحد اخوتي المغاربه. بدلت الكرا، يلاه بدلت الكرا بالسبات بنتي باش بنتي تقرب للمدرسه. بنتي اي حركه بسيطه كتاثر لي على المفاصل ديالها. الدروج ما كتقدرش تطلعهم، تقدر تهبط الدروج ولكن باش تطلعهم ما كتقدرش. شوفوني من حاله بنتي، الله يرحم والديكم المغاربه، الله يجازيكم بخير. انا غنخلي لكم بنتي تهضر معاكم. السلام عليكم، انتم سمعتوا ماما كيفاش؟ الله يجازيكم بخير، الله يرحم والديكم. انا كنعاني، وانا ماما كنعاني بزاف بهذا المرض هذا وبالمعيشه المرض هذا. دائما في المدرسه دائما كنمشي معطله، دائما انا معطله، في الصباح ما كنقدرش نتمشى، ملي كنعمل شي حركه اي حركه عاديه ما كنقدرش نطلع الدروج ولا نتمشى ولا والو، رجلي كنحس بهم مشللين، ما قدرش نعمل حتى حركه مره، الدروج كنطلعهم بزز. وهذا المرض هذا خصك ضروري ضروري ما تقطعش الدواء، ضروري الدواء ضروري، رجلي انا الا قطعت الدواء كيوقع الشلل بحال بنتي من الاول. دابا اذا قطعتي الدواء بحال بنتي من الاول، خصني نعمل بنسلينه واحد الدواء كيتعمل كل 15 يوم، انا قطعته، عندي الدوايات هنايا مكتوبين ما شريهمش. دابا الا قطعت الدواء بحال ما عملت والو، خصني التغذيه، ما خصنيش ناكل شي حاجه عاديه، ما خصنيش ناكل شي حاجه فيها السكر بزاف ولا شي حاجه فيها ملح بزاف، خصني الماكله تكون منتظمه، لانه هذا المرض اللي فيه مرض مناعي، وكي في الدوره الدمويه خصني ناكل شي حاجه صحيه باش هذاك باش نستافد من هذيك الماكله اللي كليتها صحيه تكون. ولكن هذا الشيء ما عندناش، حنا ربي اللي عالم بينا، ربي اللي عالم بالمعاناه اللي كنعيشوا انا وماما، حتى واحد ما كيصرف علينا وحتى واحد ما كيعاوننا، حتى واحد
واحد ملي كيقول لك هاك يا بنتي هاك خد هذه، على بعض الناس، لا على بعض الناس. الا كيشوفونا العائله كيشوفونا كنتعذبوا قدام وما كيجيوش ما كيعطيونا حتى حاجه، لا ابيل ولا حتى حاجه. وانا هذا المرض هذا جاني من العام اللي فات، وانا كنعاني منه دابا قريب العامين وانا مريضه، العامين وانا مريضه بهذا المرض هذا. علاش؟ قالوا لي الطب ما خصكش تقطع الدواء، ما خصكش نهائيا تقطع الدواء. اذا قطعتي الدواء فحال ما عملتي فحال كتخوي الماء على الرمله، ولكن حنايا ما عندناش. ماما مسكينه مريضه نفسانيا وباكتئاب وربي اللي عالم بها، وانا ما كنقرا. انا لو كنت انا صحيحه نخدم على ماما، ولكن ما بيدي حتى حاجه، ما بيدي حتى حاجه. كيفاش نعمل؟ نداء لكل ام وكل مريض لا يحس بيا، انا هذا المرض هذا ربي اللي عالم بيا. ما نداء لخوتي العاجلين على برا والمغاربة اللي هيحسوا بيا، الله يجازيكم بخير. شوفوا من حالي، شوفوا من حالنا انا وماما، راه المعاناة ديالنا كنتعذبوا، احنا كنتعذبوا بزاف. احنا ما عندي حتى واحد غير الله وماما وانتوما خوت المغاربة. الله يرحم والديكم. شوف انا صغيرة كبدا الهم بزاف الحاجات، كبدا الكرام والكرا كيجري علينا، وكبدا الهم الدوايات ومصاريف دم المدرسة والكتوبة وبزاف الحاجات. حتى واحد ما كيعاوننا، ولكن كنتمنى منكم تسمعوا هذا الفيديو هذا وتشوفوني بعين الرحمة. الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربة، وعلى الله يجازيكم بخير. راه ما قدرش كيفاش نعاود كثر. الله يرحم والديكم. النداء ديالي خوتي المغاربه، الناس ساعدونا الله يخلف عليهم. ودابا كنترجى منكم تساعدوني على بنتي، على المرض بنتي، على الكريوي ديالنا. واللي يشوف بنتي الله يرحم والديكم، اللي يشوف بنتي بالعكاز، بنتي راه ماشي كتعامله العكاز ديكور، بنتي راه مريضه عالم بينا الله سبحانه وتعالى. الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، عاونونا. دابا اللي بغي يتطوع يجي، خلص لي غير ترن، انا ماشي طنجة دابا، تلقاوني في محطة كازا فوياجور. الله يعطيكم الصحة والله يرحم والديكم. وأنا عارفة المغاربة كرامين، وعارفة كازاوا والمغاربة كاملين عارفهم كرامين، وكيحبوا يعملوا الأجر. وأنا كنحب من الله ومنكم تعاونوا لي بنتي، تعاونوا لي بنيتها ديالي. كنشد أي أم وأي أب، عاونوا لي بنتي، عاونوا لي بنتي.